رحتي له برضه؟ انت صحيت؟ انطقي يا بت، رحتي له ولا لا؟ الله، رحت له. وبتقوليها بلسانك يا بت، ما تسمكش بقى من روحك. هو دي للنبي، لو قربت مني هسيب لك الدنيا وهرجع. عشان تروحي له بس كده. مش هسيبك الا قطع النفس خالص. يا لهوي يا لهوي. سيبها يا راجل، يا مجنونة هتموتها. مرسوقه لو صحي هيموتك. خلي معايا مرسوقه، خلي معايا كل دي فلوس. دي فلوس انا، ايه علي انت؟ كل دي فلوس يا بنت مرسوقه، فلوس كتير قوي. خلاص يا مرسوقه بقينا غني، بقينا اغنى ناس في العالم يا مرسوقه. ايه بعيدك ايه؟ ايه يا بنت؟ سرعت كده ليه؟ الله سرسر، انا بحبك بس الفلوس دي فلوسي انا، واتصرف فيها بمعرفتي. الله 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 الله، بتخونينا يا بت. واخون صوابعي كمان. الله، امال ناويه تعملي ايه يا مرزوقه؟ ناوي اعيش بيهم واتمتع بس بمزاجي انا وبتصرفي انا. عاجبك ولا شيلهم واتوكل؟ انا كمان ما اقدرش اعيش تحت حكم حرمه مهما كان كده. طب استاذن. سلامة مرسوقة. يعني ايه؟ انت عايز تلعب القرشين وتطلعني يا شلوتي ملوتي؟ مين قال لك كده مرزوقة بس؟ يا بنت الناس الفلوس فلوسك، انت حرة تصرفي فيهم زي ما انت عاوزة، حد الله ما بيني وما بينهم. طيب عندك شنطة؟ شنطة؟ ده انا لو ما كانش عندي اخلاق لك 20 شنطة يا حلاوة. اهو عم ريش جبتهولك. اطلع انت يا عوكل، وقف من الباب وراك. خبر ايه يا بورع؟ مصيبة مصيبة يا ريش، خرب بيتي، اتقطم وسطي، اخ رحش على العمر كله. اهدى بس، اهدى بس انت، واحكي لي الموضوع بالظبط. الفلوس خلاص بقت تحت امرك، نفسك في ايه بقى يا بت؟ اكل. كويس، وبعد الاكل؟ اكل برضه. ايه يا بت انت مفجوعه؟
يا بنت في حاجات اهم من الاكل والشرب. هو في حاجه في الدنيا اهم من الاكل؟ اه في ايه؟ نسكن بقى، نقب على وش الدنيا، نسكن في شقه مفروشه ونشتري عربيه. هنطور؟ هنطور ايه يا فقريه؟ مرشيدس خنزيره يا بنت، عربيه خنزيره. نشتغل ونشغل الفلوس دي بقى ونكسب، نكسب كتير بدل ما تضيع في كلام فارغ. هو الاكل كلام فارغ؟ صحيح، اصلك ما جربتش الجوع، ما عرفتش يعني ايه تبص للفيد اللي قدامك وتشتهي لحد ما يجيلك مغص. انا قضيت طول عمري جعانه يا سرسب، حتى رضعة امي ما خدتهاش، كانوا بيرضعوني بدل اللبن ميه بسكر وساعات ميه حاف. رئيس رئيس رئيس، اهلا يا برعي. انت جاي تجمد؟ انت عارف انا عاوز ايه. اه بس لو تريحني يا برعي وتقولي الفلوس قد ايه. انت مالك انت؟ انت عاوز تورثني بالحياه؟ انت عليك تجيب الواد والبنت قبل ما تضيع الفلوس وتاخد اجرتك؟ طب تعالى بس هنا، تعالى. بقول لك ايه يا برعي؟ اللي اوله شرط اخره نور. انا هاخد ربع الفلوس اللي هتلاقيها معايا. الله يخرب بيتك، هو موت وخلف ديار. الله يخرب بيتك. بس حاتم خلاص خلاص، خليهم يروحوا عليك كلهم. ولا اقول لك روح بلغ البوليس عشان يفتحوا لك محضر بقى، وسين وجيم، وجبت الفلوس دي منين وطلعتها فين ونزلتها منين، ولما يعرفوا ان انت شحات يحطوك في التخشيبه يا حادق. انت بتخوفني؟ لا بنورك، انت عارف الفلوس دي عايزه رجاله تقلب مصر كلها عشان تلحقها قبل ما تطير يا برعي. لا الربع كتير، الربع كتير، الربع كتير. خلاص الباب من هنا، الباب من هنا. ريح نفسك يا برعي، إذا ما كانش عاجبك دور على غيري. مش عاجبني، وهدور عليهم بنفسي أنا. اللي ريحك بقى. ليه يا مرزوقي؟ ليه يا مرزوقي؟ ليه يا مرزوق؟ ليه يا مرزوق؟ ليه كده؟ وهتبتدي من امتى؟ من بكره الصبح. بس الربع كتير، كتير قوي. ولا اقول لك خد الربع وسيب لي الثلاث ارباع. خش برجلك اليمين يا مرزوق. ها؟ خد يا عم حسين جنيه اهو. ايه استنى يا عم حسين. هديله ايه؟ خد 10 حته بخمسه اهي. متشكرين. اتفرق. وصل وصل بقى. انت اللي عاوز تشغل الفلوس وتزودها، ده انت هتبعزها بهشيش ومنظره. منظره؟ هو في منظره اكتر من اللي احنا فيها دي يا بت؟ يا سلام بقى بذمتك يا بت يا مرزوقه، كنت تحلمي حتى تشتغلي في شقه زي دي؟ والنبي زي اللي اكون بحلم بصحيح. عشان تعرف ان الدنيا فيها حاجات اهم من الاكل والشرب. هاتي بوسه بقى. لا بعينك يا بنت. هاتي بوسه بيه. ايدك هتنكش لي دماغي، ده انا دافع فيها الشيء الفلاني. والله ورحت للكوافير يا بنت برعي. طبعا. طب هاتي بوسه بقى وانت بالكوافير. يوه يا واد اختش يا واد. ما انا هختش اهو. هاتي بوسه. بوسه واحده. انا خلاص حجزت وعاوز بنت تحكس علينا. مفيش غير البنت النعمه. بنت النعمه انت بنت. مش دي البنت اللي كانت بتشتغل مع المعلم دبوس؟ هي دي. ده بيقولوا عليها عبيطه وهبله. هبله هبله ده ايه؟ الله، مش انت ابو البنت مرزوقه؟ ايوه. لا انا ما اشتغلش معاه، ده انت لوده وبخيل وما بتبزش بالقرش، ده انت كنت مجوحه. ما تركزي يا بنت، عندي 50 قرش في اليوم. لا اقل من جنيه انا ما اخدش. وياكلني كمان. ليه؟ فاتح مصمت؟ ايه ده؟ انت باين عليك مناكف ولا ايه؟ اقل من جنيه مش هاخد، عاجبك ولا مش عاجبك؟ انا بقول لك اهو، ما كانش عاجبك شوف لك واحده تانية بقى. اوعى كده، ده كيلو لحمه ب 4 جنيه، السيمه ب 50 قرش. انت بتخش السيمه؟ امال فاكرني هبله ولا ايه؟ يا لهوي كده دلدتها؟ تبقى تفوق فيها الشيء الفلاني. هي يا بنت لازم تعمل كده، بوم. خد امسكي كاسك. استنى استنى.
مش نشرب سوا ولا ايه؟ استنى في صحتك. ليه؟ ده سين بين اللي بيشربوا يخبطوا الكاسات في بعض كده ويقولوا في صحتك. قولي بقى زي كده في صحتك. في صحتك. بس بس واحدة واحدة مش على طول. اشربي زي بتوع السيمة. انتوا عمرك ما شفتيه السيمة؟ شفتها مرة في شارع السد. كانوا نصبينها والناس بتتفرج عليها. كان نفسي اتفرج عليها انا كمان. بس ابويا ما رضيش. وكانت شادية بتغني فتح الهوى الشباك والنوم طار مني. يا عيني يا عيني. والهوى يهفف وهي تغني. الهوى يهفف وهي تغني. صرصور هتدخلني السيما؟ انا هدخلك سيما ومرسح وكباريه. بنت يا مرزوقه تيجي ننزل في الشراتون؟ ودي بفلوس كمان؟ هو في حاجه ببلاش اليومين دول؟ لا يا اخويا، انا عايز اخش سيما الشرق في السيده. والنبي يا صرصور، طول عمري نفسي اهرب من ابويا واخشها. يا بنت يا عبيطه، سيما الشرق ايه وبتاع ايه؟ ده انا هدخلك اجدع سيمه والففك وفساحك ومنجهك على الاخر. طب ما تيجي نتجوز. اشمعنى دلوقتي؟ عشان ما بقى معايا فلوس؟ انا بحبك من ايام ما كنت شحاته. انت زعلت؟ حقك عليا. ما انت عارف انا عشت ايام اسود من ارض الخروب ومش عايز ارجع لها تاني. مش قدي يا مرزوقه، مش قدي. تعالى قال لي كان معاك ابوكي. انما انا خرجت للدنيا ما لقيتليش حد ابدا. انت ما كان لكش اهل؟ اهل؟ وعيت ما لقيتش غير ست عجوزه قالوا لي انها عمتي. عشان تتخلص مني شغلتني عند واحد نجار كان يضربني بسبب ومن غير سبب. كل ما يشوف خلقتي يلطش لي مش عارف ليه. كان نفسي قوي اتعلم الشغلانه لكن ايده الطرشه خلتني اسيبه واهب اهرب. لما هربت اتلميت على شويه عيال صيع، والباقي بقى انت عارفاه. خلاص يا سرسق، الايام دي راحت في 60 داهيه، ودلوقتي خلاص بقينا اغنيه. الفلوس دي لو ما شغلناهاش هتطير يا مرزوقه صدقيني. ياه تاني يا سرسق؟ تاني وتالت ورابع، وهتني وراك لغايه ما توافقي. هم عمليتين ثلاثه في المخدرات، دي مكسبها حلو قوي. ايوه يا اخوي، وخسرتها تدخل اللومان. لا، هم عمليتين ثلاثه وبعد كده نشتغل في الحلال المضمون. لا بلاش الحكايه دي خالص. عاجز نظر يا سيادي. ما تردي يا بت كريم. يا رب ردي زي الناس يا بت الهبله. بت يا نعمة. ايه؟ فوقي معايا يا بت، جاتك مصيبة. كان يوم اسود. فتح عينيك كويس يا بت. عارفة مرزوقة؟ مرزوقة؟ مرزوقة بنتك. اسم الله عليكي، عارفاها؟ بص عليها، فتح عينيك كويس، ولو شفتيها قوليلي. طبعا مبارع. طيب. عيني يابا! يا بت؟ عيني يابا! عايز اكل! جالك السم الهاري. احنا لسه اشتغلنا. مش دعوة، انا عايز اكله بس. تعالي تعالي هتطفح. هنطفح. ايه ده يا اوسي؟ ده انا بحلم. عمر مرزوقة الشحطة ما كانت تحلم انها تيجي مكان زينا. بقى في ناس في الدنيا عايشة في العز ده. الفلوس يا بنت تعمل اكتر من كده. ما الفلوس لبستك وزوقتك وشيكتك. خليتك ولا ولاد الزوات. وبعدين يا قلق. بس بصراحة بقى يا بنت يا مرزوقة، انت احلى من الناس دي كلها. نسخ روح. سرسق. اللي عرفك مطرح زي ده؟ لما انا بقى واد نزهي قوي واحب النزاهه تمام. كل ما كنت اسقط لي على محفظه سمينه شويه احب بقى
جيتي؟ تعالى يا مرزوقة، تعالي تعالى نتفرج عليهم سوا يا مرزوقة. اصل بقالنا كتير ما شفناهمش. يا حرامي امشي اطلع بره، امشي اطلع بره يا خلي العيش والملح. الله 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 الله، ليه كده يا مرزوقة؟ ده انا كنت بملس عليهم بس وبتفرج عليهم واشم ريحتهم. الله ريحتهم حلوة يا بنت مرزوقة. شمي انت هتمشي ورا صوت ولا معركة الدنيا. بس خلاص خلاص يا مرزوقة خلاص. ده انا كنت بمس عليهم بس يا مرزوقة. هنيمهم مطرحهم. هنيمهم اصلهم وحشوني قوي وانت حبساهم. اصل انا عمري يا مرزوقة ما شفت فلوس كتير قوي كده. فلوس كتير. عاوز الكلام ده يخيل عليا يا سرسة؟ صحيح دي الكلب عمره ما ينعدل. يا حرامي يعني انت كنت فاهمه اني هسرقهم؟ اخص عليكي اخص. ده انا بحبك يا بيت. خلاص نسيت ايام زمان؟ ملعون ابو الفلوس اللي بتغير البني ادمين. انا ملعون ابو اليوم اللي شفناه فيه. ما كنا كويسين من غيرها. شوف يا سرسة، الفلوس دي شاع عمري يا ابويا. لو فكرت تمد ايدك عليها هطحالك. وهون عليك يا بيت. الله تسرقني وتقولي هون عليكي؟ تهون ونص. وحبينا يا مرزوقة اخص اخص. كل اللي بينا كده يروح في الهوا. طب اوعى كده، ما تاكلش بعقلي حلاوة. شوف يا سرسة، بكرة الصبح تجيب لي خزنة حديد كبيرة احط فيها الفلوس، والمفتاح معايا. بوري قاد وشاي كشري سيد المعلمين. اشكر يا نص. تشرب تعميره؟ أيوة. لا ملوش لزوم، انا جاي لك في كلمتين وعاوزك تفوق معايا. خير ان شاء الله، تحت امرك. في واد عندك اسمه سرسة. سرياقوسي. أيوة. هو سرق منك حاجه لمؤاخذه؟ كتير قوي يا نص. ولفات يا خبر اسود. الواد ده لازم تجيب قراره بسرعه والا هيكت بالفلوس. التاريخ بقى له مده ما حدش بيشوفه. بقى الحكايه كده. لكن ما تخافش، انا هجيبه لك حالا. انا هدور لك العيال بتوعي ورا منه. تعالوا هنا نزله على الترابيزه دي. ايوه بالراحه خالص. على مهلك على مهلك. عظمه تمام. مع الف سلامه. شكينا يا رجاله. السلام عليكم. مع الف سلامه. اتفضلوا اتفضل يا رجالة. ألف سلامة. إيه؟ مشوا؟ أيوه، عشان تعرفي إن سرسة قلبه نضيف وزي الفل. حطيتها لك جوه في أوضة النوم. حط فيها فلوسك ومعاهم قلبي. والمفتاح ده بقى تخفيه تحت سبع أرض. إيه؟ أنت زعلت يا سرياوسي؟ حتى لو حبيت أزعل منك يا مرزوقة. ما اقدرش يا بت. يا مرزوقة ده انت حتة مني. يخرب بيتك، كلامك بيخليني اشعر. تصدقي بالله انا عمري ما حبيت حب بالشكل ده. تعرفي الحب اللي بحبه لك ده احلى من بتاع السيما والتلفزيون. الا من الحق. ما جبتلناش تلفزيون ليه؟ اجيبهولك وبالالوان كمان. ايه رايك في ايه؟ في الالوان. ايه؟ لا بقى، ما انا ماشي. على فين يعني؟ اسيبك براحتك يعني توضبي امورك وتحط فلوسك في خزنتك. يوه، ما بعدين هي الدنيا طارت؟ لا معلش، سيبيني براحتي يعني. دي حاجه في دماغي انا بقى. ايه ده؟ الاكل جاهز. هرجع بنطة كده وهرجع لك تاني. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لو سمحت يا دكتور، انا بقالي اسبوع ما بنامش. عندك ارق؟ ارق؟ ارق. لا يا دكتور، بقول لحضرتك ما بنامش. يعني طيب. عاوز حاجه تنامني. طيب. اتفضل. شكرا يا دكتور.